السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتوا شفتوا العنوان كده، النهاردة ان شاء الله هكشف لكم حقيقة كل شخص بيدعي ان طالب الطب البيطري بعد ما هيتعب يذاكر 5 سنين دراسة وسنة كمان امتياز هيتخرج ومش هيلاقي شغل. شغل مفيش يا حرام، مفيش اي شغل قدامه، مفيش اي فرصة عمل. كلية برضو يا حرام، ملهاش مستقبل خالص، اهي شهادة وخلاص، واما تتخرج ابقى اشتغل بقى في السياحة ولا العقارات ولا البرمجة، المهم اسمك خريج جامعي وخلاص. هتلاقي اللي يقولك طب بيطري ايه بس، ده كلية ملهاش تكليف. فاهم يعني ايه ملهاش تكليف؟ لكن انا اما قعدت مع نفسي وفكرت في حقيقة الاشخاص اللي بتروج اشاعة ان الطب البيطري ملهوش مستقبل، وجدت ان الاشخاص دول 1 من 3، إما شخص فعلا درس الطب البيطري وبيحكي عن تجربته، أو شخص بيعرف حد درس الطب البيطري وبينقلك تجربته الفاشلة، أو تالت نوع فده شخص لا درس الطب البيطري ولا يعرف حد درس الطب البيطري، بس هو إنسان حابب يديك نيجاتيف إنرجي. وما أكثر الناس السامة اللي حوالينا اللي وظيفتهم بس يحبطوك ويكسروا من عزيمتك ويشتتوك قد ما يقدروا. تعالوا نتكلم عن كل شخصية من دول ونشوف دوافعهم ايه، وايه وجهة نظرهم، وليه ده رأيهم في الطب البيطري. خلونا نبدأ بأول شخص، وده أهم شخص لأنه شخص درس الطب البيطري وتخرج من كلية الطب البيطري، فرأيه أكيد هيأثر فينا جدا. ده واحد خاض التجربة بنفسه، اتخرج ومش لاقي شغل، عاوزين ايه يعني اكتر من كده؟ ده يعني المثل بيقولك اسأل مجرب ولا تسألش طبيب. بصراحة يا جماعة الشخص ده صادق، وصادق جدا كمان. هو شخص درس طب بيطري اتخرج ومش لاقي شغل، لكن بصراحة الطب البيطري ملهوش مستقبل ليه هو بس. الطب البيطري مستقبله رائع، لكن لناس معينة، لخريجين ليهم صفات معينة. يعني ايه الكلام ده؟ انا هوضح لكم بالتفصيل. لو انت دخلت كلية الطب البيطري، كل اللي انت كنت بتعمله هو حرصك فقط على النجاح، او حتى حرصك على التفوق وانك تجيب تقدير عالي وخلاص. كل اجازة هتقضيها بقى نوم، قاعد على الفيس، هتقضيها باي طريقة ايا كانت، بعيد عن انك تطور نفسك. فانت في الاخر هتحصل على شهادة بكالوريوس الطب البيطري، مش هتبقى عارف هي الشهادة دي بيتعامل بيها ايه بالظبط. لكن الطب البيطري له مستقبل لزميل ليك، لكن كان من اول يوم جاله بطاقة الترشيح بكلية الطب البيطري نزل اتدرب، سواء في صيدلية بيطرية او عيادة بيت او معامل تحاليل بشري او بيطري، او نزل يشوف المزارع نظامها ايه، وبقى مصاحب باستمرار للدكاترة الاكبر منه الموجودة في المكان اللي هو فيه، يتعلم منهم، يكتسب خبرة منهم، يتعلم يصرف دواء ازاي. اصل الكلية مش هتعلمني مثلا 10 فرخات، الجرعة المطلوبة 10 سنتي من الدواء الفلاني، ومعلقتين ونص من الدواء الفلاني. الشغل العملي حاجة تانية خالص. الدراسة النظرية مش هتقدر تشتغل بيها لوحدها، هي مهمة جدا لكن مش كافية نهائيا. يعني كان في طالب في طب بيطري سوهاج، احب اقول لكم قصته. يعني هو في سنة اولى نزل اتدرب فاشتهر في البلد، ففي حد جاب له حصان مجروح جرح عميق، قدر فعلا ينظف الجرح. الطالب ده نظفه كويس جدا وخيطه، صاحب الحالة اداله 300 جنيه. الطالب بقى طاير من الفرحة، بعت لي صورة وهو بيخيط، وبعت لي صورة 300 جنيه. اول 300 جنيه كسبها من مهنة الطب البيطري وهو في سنة اولى، وازاي دي هتكون دافع كبير جدا جدا له انه يكمل بكل قوة. 300 جنيه مش حاجة طبعا في الزمن ده، لكن محدش ابدا ابدا بيبتدي كبير، كله ابتدى من الصفر ان ما كانش ابتدى من تحت الصفر. الطالب اللي له هدف من سنة أولى طب بيطري وراسم طريق قدامه، هتلاقيه بيقوي نفسه في اللغة الإنجليزية، لأن مفيش دلوقتي لا لشركة أدوية كبيرة ولا فرصة سفر لا لدولة عربية أو دولة أجنبية إلا بتشترط إجادتك للغة الإنجليزية وبشهادات معتمدة. وأكدت كتير جدا على أهمية اختبار الآيلتس أو التويفل، وعلشان تحصل على 6.5 أو 7 في أحد الاختبارين دول فده شيء مش سهل نهائيا، ولا هتقدر تعمله في يوم وليلة، محتاج مجهود شهور إن ما كانش محتاج مجهود سنين.
فالطالب اللي عارف هدفه وازاي يوصل له مش هيضيع دقيقة واحدة من عمره، مش هيضيع دقيقة تمر من غير ما يستغلها صح. الطالب اللي هيتخرج من طب بيطري يلاقي فرص عمل، ده طالب عارف ان الكمبيوتر اصبح لغة العصر وعصب الحياة، اخد كورسات معتمدة على الاقل في اساسيات الكمبيوتر، اكسل بقى وورد باور بوينت، يعني على الاقل الاساسيات. طبعا الطالب اللي هيتخرج من كلية الطب البيطري يشتكي ان البلد ما فيهاش شغل، انتوا عارفين طبعا في الاجازات هو بيعمل ايه، تلاقيه دلوقتي قاعد يلعب ببجي، سيبوه يلعب محدش يزعجه. نرجع للطالب اللي هيتخرج من كلية الطب البيطري يلاقي بدل الفرصة 10 و20 و30 سواء جوه مصر او بره مصر. الطالب ده من سنة اولى هتلاقيه بينزل مرة او مرتين في الاسبوع اثناء الاجازة يتعلم السواقة، سواء ولد او بنت على فكرة، مفيش اي فرق في كل المجالات بين الولد والبنت، لكن المجال الوحيد اللي بنصح دايما البنات تبعد عنه هو مجال اللارج نظرا لصعوبته على البنات، لكن السواقة مهمة جدا للبنات والولاد، وخصوصا للي ناوي يلتحق بشركات الأدوية البشري أو البيطري. الطالب اللي مش بيضيع وقته هيفكر أنا هقدم لمنحة أيا كانت بقى، دراسية غير دراسية، أطلع في الأجازة مثلا معسكر أو رحلة لتركيا لإيطاليا لألمانيا، أخد خبرة واسك للسي في بتاعتي، أشوف الشعوب بتعيش إزاي، أتعرف على ثقافات الشعوب. الطالب ده هيشارك في أعمال تطوعية سواء جوه مصر أو برا مصر. تخيل دلوقتي أنك أنت المسؤول عن التوظيف الـ HR في أي شركة أو فرصة سفر أو عيادة أو صيدلية، وقدامك دلوقتي CV السيرة الذاتية لشخصين، دول 2 خريجين للطب البيطري لعام 2023 مثلا، واحد CV بتاعته خالية من أي مهارات حتى والله لو متخرج بامتياز، والتاني خريج برضه لعام 2023 لكلية الطب البيطري، لكن اتدرب في المكان أو الشركة الفلانية، حاصل على الأيلتس، واخد كورسات كمبيوتر معتمدة، بيجيد كمان اللغة الفرنسية أو الإيطالية أو الألمانية، واخد كورسات عن البيع والدعاية والتسويق، حصل على منحة أيا كانت فين، مشارك في أعمال تطوعية. أنا عاوزك أنت دلوقتي تحكم، أنت كمسؤول عن التوظيف هتختار مين وهتستبعد مين؟ اكتب لي في التعليقات وقول لي هل ينفع ده يتساوى بده؟ بالرغم ان الاتنين خريجين لكلية الطب البيطري، وهل التقدير فقط يخليني اقبلك للوظيفة واستبعد حد طور نفسه بالطريقة دي، تعب وصرف واجتهد والله حتى لو متخرج بمقبول هو اللي هيتقبل؟ على فكرة اغلب فرص العمل ما بتبصش للتقدير نهائي قد ما بتبص على المهارات اللي عندك. أظن فهمت دلوقتي ليه ممكن تقابله أو تسمعه أو تشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي خريجين كتير لكلية الطب البيطري بيشتكوا إن مفيش فرص عمل بعد التخرج، فدول العيب فيهم مش في الطب البيطري خالص. ودي كانت أول شخصية، وهو خريج طب بيطري بيشتكي من عدم وجود فرص عمل بعد التخرج. نروح نحلل تاني شخصية ونشوف دوافعه، وهو الشخص اللي ما درس طب بيطري لكن بيحكي عن تجربة حد هو يعرفه، حد بقى من أسرته من أصحابه من جيرانه، فده حد بينقلك فعلا تجربة واحد معرفته بينقلها لك بكل صدق لكن بدون أي دراية، إيه اللي خلاه يتخرج وإيه اللي خلى مفيش قدامه فرص عمل. أظن خلاص كلنا عرفنا الأسباب. تالت شخصية، ودي الشخصية السامة، إنسان مش هيديك إلا نيجاتيف إنيرجي، غالبا إنسان عنده مشاكل نفسية مشاكل اجتماعية. لو قلت له أنا هدخل كلية طب بيطري هتلاقيه يقول لك وهتبقى دكتور بهايم، هتبقى دكتور حيوانات، طب ما تدخل تمريض ولا خش معهد فن صحي، ولا أقول لك كفاية عليك الثانوية العامة. يعني أنصحك تبعد تماما عن الشخصيات دي، شخصيات هتاخد منك مش هتضيف لك أي حاجة. الإنسان اللي بيمص طاقتك يعني ده إنسان زيه زي القاتل بالظبط، لأن الإنسان ما هو إلا طاقة، صحتك النفسية أنت بس المسؤول عنها، استقرارك النفسي أغلى ما تملك. لو نفسيتك اتهزت أو اتأثرت تأكد أنك مش هتحقق أي نجاحات، فحافظ على سلامك النفسي قد ما تقدر، تخلص من أي شخصية توكسيك في حياتك. ودول كانوا الثلاث شخصيات اللي بيدعوا ان طلبة الطب البيطري بيتخرجوا ما يلاقوش شغل وانها كلية ملهاش مستقبل.
وفي نهاية الفيديو أتحدى أي طالب أو خريج من كلية الطب البيطري اتدرب وطور نفسه زي ما أنا وضحت بالظبط، وإنه يتخرج ما يلاقيش شغل. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. كان معكم دكتورة أمنية الشامي، طبيبة بيطرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.